بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد وردت النصوص الشرعية في فضله وجزيل ثوابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول: الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون حجه لله وفي الله، لا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا أو نحو ذلك. والشرط الثاني: أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، فيحرص على الاقتداء والاهتداء واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. الشرط الثالث من شروط الحج المبرور: أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وعلى غيره، من الطهارة والصلاة في وقتها مع الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الواجبات. وأما الواجبات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك. الشرط الرابع: أن يكون مجتنبا للمحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة هي التي تحرم على المحرم وعلى غيره، سواء كانت محرمات قولية أم كانت محرمات فعلية، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعدوان والغش والخداع وغير ذلك من المحرمات. ويجتنب أيضا المحرمات الخاصة، وهي المتعلقة بالنسك، وهي التي يسميها أهل العلم بمحظورات الإحرام، وهي ما يمتنع على المحرم حال إحرامه، كحلق الرأس وتقليم الظفر ولبس المخيط وقتل الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. الشرط الخامس من شروط الحج المبرور: أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، ولأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته. فعلى المرء أن يحرص على أن يكون حجه بمال حلال لا شبهة فيه. والإنسان حينما يريد الحج
فإنه مخير بين أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ولا بد أيضا أن يحج من عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج من عامه فليس متمتعا، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج. ولو اعتمر في أشهر الحج وفرغ منها ولكنه حج من قابل ولم يحج في تلك السنة فليس بمتمتع. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها ثم أدخل الحج عليه فليس بمتمتع. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والتمتع هو أفضل الأنساك إلا في حق من ساق الهدي، فالأفضل له أن يكون قارنا. النوع الثاني من أنواع النسك القران، وهو أن يجمع بين الحج وبين العمرة. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليها. كل هذه الصور للقران جائزة، وجاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. كل هذه الأنساك يخير الإنسان بينها، وأفضلها التمتع إلا في حق من ساق الهدي، فالأفضل له أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وإنما كان التمتع أفضل الأنساك لوجوه: أولا أنه هو النسك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه لما قدم إلى مكة وطاف وسعى وفرغ من سعيه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وقال لهم افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بنسكين منفردين. وثالثا أنه أيسر على المكلف، لأنه يتحلل فيما بين حجه وعمرته بما أباح الله تعالى له من الطيبات. والسنة لمن حل من إحرامه أن يحرم بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يحرم من موضعه الذي هو فيه، إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في منى أحرم من منى. والمشروع له عند إحرامه أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس ثياب إحرامه، ثم يلبي بالحج: لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيخرج إلى منى بعد أن يحرم ضحى اليوم الثامن من موضعه، يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبيت فيها ويصلي الفجر. فإذا طلعت الشمس من فجر يوم عرفة فإنه يسير من منى إلى عرفة، فينزل في نمرة إن تيسر له
إلى الزوال، ثم يرتحل إلى عرفة فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، يجمع جمع تقديم، ثم يستقبل القبلة ويتفرغ للذكر والدعاء ويلح على الله عز وجل بالدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وينبغي له حال دعائه أن يكون متأدبا بآداب الدعاء من الإخلاص لله تعالى والإلحاح عليه في الدعاء والإيقان بالإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل. فيحرص على الإلحاح وتكرار الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، وأن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فعلى المرء أن يحرص على اغتنام هذا اليوم، ولا سيما عشية عرفة، بالضراعة إلى الله والابتهال إليه بالدعاء، والله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. فإذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع إلى المزدلفة وعليه السكينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما دفعوا من عرفة إلى مزدلفة: أيها الناس، السكينة السكينة. فيدفع عليه السكينة والخشوع وحضور القلب. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، فيصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، سواء وصل في وقت المغرب أم وصل بعد دخول وقت العشاء، فيجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويبيت في المزدلفة تلك الليلة حتى يصلي الفجر. فإذا صلى الفجر فإنه يدفع قبل أن يسفر جدا، ويجوز للضعفة وكبار السن ومن كان مرافقا معهم أن يدفعوا من المزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع في آخر الليل. وإن تيسر للحاج أن يأتي إلى المشعر الحرام ويذكر الله تعالى ويدعوه حتى يسفر جدا فهذا حسن، وإلا دع الله عز وجل وهو في مكانه. ثم بعد ذلك يدفع إلى منى، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. ورمي جمرة العقبة هو تحية منى، فيسن أن يبادر بالرمي متى وصلها. ثم بعد رمي جمرة العقبة ينحر هدية أو يوكل أحدا في نحر الهدي له، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، ولأن الله عز وجل قدمه فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين، ثم يلبس ثيابه ويتطيب ويأتي إلى البيت بطواف الإفاضة، فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فيفعل يوم العيد هذه الأنساك الخمسة: أولا الرمي، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. والأفضل أن يرتبها كما ذكرنا، فإن قدم شيئا منها على شيء فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا يجب أن يفعل الأنساك جميعا في يوم العيد، فلو أنه رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، فيبقى عليه الطواف والسعي، فيجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى أن يخرج من مكة، فيجعله في آخر يوم من أيام الحج، فيطوف ويسعى ثم يخرج، ثم بعد ذلك يبيت ليلة الحادي عشر في منى، والبيتوتة فيها ليالي أيام التشريق أمر واجب، فيبيت فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن لم يتعجل، ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال قبل صلاة الظهر إن تيسر ذلك، وإلا فإن وقت الرمي يمتد من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فكله وقت للرمي. وصفة الرمي أن يأتي إلى الجمرة الصغرى وهي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيستقبلها حال الرمي بأن يجعلها بينه وبين القبلة إن تيسر ذلك، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم بعد أن يرمي الجمرة الأولى يتقدم ذات اليمين حتى يسهل ويبتعد عن زحمة الناس، ويقف للدعاء ويطيل الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للدعاء وأطال عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي إلى الجمرة الوسطى ويجعلها بينه وبين القبلة إن تيسر، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم بعد أن يرمي يأخذ ذات الشمال حتى يسهل ويبتعد عن زحام الناس، ويقف للدعاء طويلا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى جمرة العقبة، والأفضل عند رميها أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، ويستقبلها حال الرمي، وإن لم يتيسر له ذلك رماها من أي جهة كانت، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة لم يقف بعدها للدعاء، والسنة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر، ثم إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات في منى ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر، والتأخر أفضل، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا رمى الجمرات إما في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، وإما في اليوم الثالث عشر لمن تأخر، يكون بذلك قد أنهى أعمال الحج المتعلقة بمنى، ويبقى عليه طواف الوداع. وإن كان قد أخر طواف الزيارة أعني طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فإنه يطوفهما عند خروجه. فإذا أراد أن يخرج من مكة طاف طوافا بنية الإفاضة، ثم سعى بين الصفا والمروة، وبهذا يتم حجه ويقضي تفثه، وهذا الطواف يغنيه عن طواف الوداع إذا خرج عقب طوافه، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا قد حصل، وبهذا يكون قد أتم أعمال مناسك الحج. فعلى المؤمن أن يشكر الله تعالى على ما يسر له من إتمام المناسك، وأن يسأله القبول لأن المعول على القبول، وأن يحرص أيضا على أن تكون حاله بعد حجه خيرا منها قبل حجه، فإن كون الإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل بعد العبادة دليل على قبول هذه العبادة عند الله عز وجل. ومن علامات ذلك أيضا، أعني من علامات القبول، أن يتبع الحسنة بحسنة بعدها، فيكثر من الطاعات ومن القربات إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالصلاة أو الصيام أو الصدقات أو غير ذلك من نوافل العبادات. أسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يوفق حجاج بيت الله عز وجل، وأن ييسر لهم حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.